السلام عليكم عزيزي المشاهد، اليوم حناخذكم بجولة لطيفة وعلمية إن شاء الله تستفادون من عدها. بما أنه أني واحد من الأشخاص اللي يهتمون بالمسكوكات أي بالنقود القديمة والأثرية، محبتي بالتاريخ، فكنت أدور على الأشياء اللي تم إيجادها هنا في الدنمارك. الجميل في الأمر أثناء البحث وأثناء القراءة وجدت في أحد المجلات القديمة كما ترون التي ترجع إلى نقابة المسكوكات اللي أنا عضو بيها من سنة 2008، عثروا أحد الهواة عثر على مسكوكات أثرية تعود للعصر العباسي والعصر الأموي وأيضا العصر الساساني في أحد جزر الدنمارك. المجلة المؤرخة 1/2/2013، يعني الموضوع قديم بس الموضوع جدا مثير، لأن المجلة تحوي على معلومات بأنه هناك كانت أكو تجارة من أيام الفايكنج. وهاي النماذج اللي دا تشوفوها هي ليست من نفس نوعية النماذج اللي موجودة بالمجلة، لأن القانون الدنماركي مثل القانون في باقي الدول، الأشياء التي تعثر عليه يجب أن تعود إلى المتحف، إنما هذه القطع تم شراؤها من أحد المزادات. طبعا هناك كتب كثيرة، الشخص الملم بعلم المسكوكات ممكن أن يقتنيها لما تحويه من معلومات مهمة. هذا الكتاب يحوي على كثير من المعلومات بما تحويه المسكوكات وأسماؤها وألقابها، وهذا الكتاب باللغة الألمانية يحوي على المسكوكات الساسانية، وهذا الكتاب الإنجليزي يحوي على المسكوكات الإسلامية، وأيضا يحوي على فترة تعريب النقود والساساني المعرب، وأيضا المسكوكات التي سكت في المناطق التي ليست بالأصل عربية. فهناك كثير من الكتب التي تحوي معلومات ممكن الإنسان أن يستفاد من عدها. المسكوكات لعبت دور كلش كبير في حضارات الأمم وما زالت تلعب الدور الكبير في الوقت الحاضر، لما لها من دور مهم في اقتصاد البلد. عن طريق المسكوكات ممكن أن نعرف اقتصاد البلد في ذلك الزمن، وعن طريق المسكوكات ممكن أن نعرف إذا كان الاقتصاد في ذلك الزمان كان ضعيفا أم قويا، وعن طريق المسكوكات أيضا ممكن أن نحدد الفترة الزمنية للخليفة أو للملك أو للسلطان، وأيضا عن طريق المسكوكات ممكن كما ذكرت عن طريق المسكوكات ممكن أن الشخص يعرف إلى أي مدى كان التقدم التجاري في ذلك الزمان أو في تلك المدينة. هاي القطع اللي عثروا عليها في جزر الدنمارك هي تعود كما ذكرت إلى العصر الساساني، وتحديدا إلى كسرى الثاني سنة 613 و611 من حكم الملك كسرى الثاني. أما المسكوكات الأموية فكانت تحوي على مسكوكات هشام بن عبد الملك الذي مسك الحكم 105 هجري إلى سنة 125، وفي مناطق أخرى من هذه الجزيرة عثر على أكثر من 63 درهم في أحد مدن هذه الجزيرة، وفي مدن أخرى عثروا على 50 قطعة درهم، وعلى مدن أخرى مثلا سكايبر 144، وعلى مدينة أخرى اسمها دامغو 147 قطعة، وأغلبية القطع كانت من العصر العباسي، وأغلبية القطع كانت تعود إلى الخليفة هارون الرشيد وإلى المنصور وإلى الخليفة المهدي وأيضا إلى خلفاء ما بعد هارون الرشيد. الجميل في الأمر بأنه هذا يثبت في ذلك الوقت كانت هناك حركة تجارية كبيرة من أيام الفايكنج والخلافة العباسية أو الخلافة الإسلامية. والجميل في الأمر بأنه أغلبية القطع التي تم العثور عليها كانت مقطوعة لنصفين أو أربع أنصاف. لماذا؟
لأن الفايكنج في ذلك الزمان لم تكن لهم قطع نقدية معينة. التجارة تعتمد على الفضة بالنسبة إليهم، لهذا السبب كانت البضاعة التي يأخذوها تعتمد بالدرجة الأساسية على الفضة، وكانوا مشهورين بجلب أحجار الكهرب من الدول التي يسكنون فيها، والدنمارك أحد الدول المعروفة بتجارة الكهرب. والدولة تقريبا شبه الوحيدة التي لا يسمح بها الحفر لإيجاد الكهرب، لهذا الناس يجدون الكهرب عن طريق ما يجلبه البحر، أي الكهرب يكون موجودا على السواحل. وعن طريق إيجاد هذه الأحجار أيضا عن طريق الجلود وما يجمعوه يقومون بجمعه والتجارة به عن طريق دول البلطيق وروسيا نزولا من شمال إيران وللعراق، وعن طريق التبادل التجاري يحصلون على هذه النقود. لهذا أغلبية النقود التي تم العثور عليها مقطوعة نصفين أو أربعة أنصاف، لأنهم يستعملوها عن طريق الوزن، أي يبدلون البضاعة عن طريق الوزن. وكانوا مشهورين أيضا بالجلود، كانوا يجلبون الجلود، أي جلود الرنة أو جلود الحيوانات. وهناك كثير من الأدلة التي تثبت بأنه كانت هناك تجارة بين دول الشرق ودول الغرب، وتحديدا بين الفايكنج والدول الإسلامية. ولهذا السبب ذكرت هذه المجلة الدنماركية بأنهم تم العثور على كثير من النقود والمسكوكات الإسلامية، وأغلبيتها أيضا بالخط الكوفي في تلك المدن. إن شاء الله سوف أعرض في حلقات قادمة بعض المجلات التي حصلت عليها والتي تحوي على كثير من المسكوكات الإسلامية التي تم العثور عليها في السويد أيضا وفي النرويج أيضا، فهذا يدل على هناك حضارة قديمة مزدهرة في ذلك الزمان التي تحوي على كثير من التجارة ما بين دول الشرق والغرب. إن شاء الله اتمتعت بهذه الحلقة البسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.